بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا يا جماعة عن البوتون سايزنج. أنا عندي مجموعة، عندي 6 أنواع أو 6 تصنيفات للسايزنج، تمام؟ أقصد 6 أنماط يعني. النمط الافتراضي اللي هو بوتون، ده العادي والطبيعي واللي هو في الوسط ما بينهم يعني. سي، لو أنا عملت كنترول دي ورحت كاتب في الكلاس قبل من بوتون كلمة تايني وعملت مسافة تايني بوتون ونفس السيناريو، خليني أعمل ريلود، هلاقي ده يا جماعة التايني ده أصغر شوية. أوكي، لو أنا عملت كنترول دي وخليت التايني ديت سمول بوتون، لو أنا عملت ريفريش هلاقي هو أكبر شوية من التايني وأصغر شوية من البوتون، يعني البوتون وسط ما بين الاتنين، هو التايني أصغر واحد بعد منه سمول بعد منه البوتون. سي، لو انا عملت كنترول دي للسمول، كنترول دي نسختها مره تانية وشلت السمول وخليتها لارج، وعملت كنترول اس اللي جاي ده بيكون منه لارج، ده اكبر من البوتون، تمام؟ ده اكبر من البوتون نفسه، تمام؟ اوكي، في عندي نمط تاني، لو عملت كنترول دي كان خلونا نقول اكسباندد يا جماعه، اكسباندد على ما اظن الناس جس خمنت هو بيعمل ايه يعني. اكسباندد هو لوحده كده راح نازل في سطر جديد واتفرد على ال 12 كولوم من كلهم. ليه بقى؟ لاني انا ما اديتلهوش عدد معين من الاعمده. سي، خليني مثلا اقول في الكلاس ديت، لو انا مثلا حبيت اقول يا جماعه مثلا يعني سمول داش 12، بلاش 12 يعني، اوكي مش هتنفع 12، سمول بس 6 وقلت كرم، فعملت كنترول اس، شوف الاكسباندد برضه، اكسباندد ملوش دخل بالقصه ديت هو، او ممكن اكون انا مدرج القصه بشكل مش صحيح مثلا، يعني اساسا انا مش حاطط ديفيجن في رو. طب مثلا خليني امشي مع السيناريو ده لغايه الاخر، وهروح انا اعمل، انا بجربها بصراحه ما جربتهاش في انا، خلونا نجربها نشوف هيحصل فيها ايه. ادي الديف بتاعي، وانا هحط كلاس يا جماعه بيساوي دات من نوع رو، عملت كنترول اس تمام بقت رو، ونعمل ديف تاني سي مثلا اند انتر جوه شويه، ده قفلت الديف التاني. اوكي، هم ده جوه الاثنين، ده المفروض الكلاس ياخد كلاس معين، انا هديله كلاس بيساوي ده، هنديله ال small 6 columns ديت، هياخدها اهو، واخد ال control x control v control s، وعملت reload، هلاقي هو extended على 6 columns بس. لو انا عملت طيب copy للقصة دي control c and enter control v control s هلاقيهم 6 و 6. تمام، ده النوع اللي هو expanded. expanded ده بيمتد stretched على عدد الأعمدة اللي أنت محددها، فاهمني؟ هي باقي الجانب، الجانب الثاني كان عباره عن سمول اكسباندد بوتونز، لا انا عملت طيب كنت مخليها ماشي، دايت مش هخليه اكسباندد، رحت احط له دايت سمول، الكيورد سمول، انا نفس القصه سمول، دايت اكسباندد لكن ده سمول، لو انا عملت ريفريش لكن ده اصغر شويه من الاكسباندد، اصغر يعني هو كنز عن الاكسباندد شويه. دولت الانواع المختلفه، عندي تايني بعدين سمول بعدين بوتون بعدين لارج، بعد منها اكسباندد لارج وبعدين سمول اكسباندد. طبعا ايه القصه بالترتيب، طبعا اكبرهم اللارج بوتون، اصغرهم التايني، والبوتون دايت في النص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.